وشديد الاستهجان وشديد الاستنكار وشديد الإدانة لما حدث اليوم في مسجد مراد آغا في تاجورة. وأود أن أعبر عن شديد الأسف وشديد الاستنكار لأهالي تاجورة ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة في شخص رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وكافة الشعب التركي على هذا الحدث المؤسف المشين الذي لا يليق بأي أمة متحضرة. هذا حدث إرهابي، هذا حدث إجرامي، هذا حدث مسيء للليبيين لتاريخهم. أن يفجر مسجد، هذا المسجد كما تعلمون كان أول بناية بنيت عندما أتى جنود السلطان العثماني في ذلك الوقت، حيث ذهب وفد من تاجورة بعد احتلال ليبيا من أسبانيا للباب العالي للسلطان العثماني وطلبوا النجدة، وجاءت النجدة من تركيا، وكان أول والي عثماني في إيالة ليبيا مراد آغا فبنى هذا المسجد في تاجورة. له دلالة تاريخية مهمة وله معنى كبير. أنتم رأيتوا ربما كلما يأتي رئيس تركي يزور ليبيا، حتى في السابق يزور هذا المسجد ويزور هذه المرافق الموجودة. ولكن أيدي التخلف وأيدي الإرهاب وأيدي الهمجية تمتد يوما بعد يوم لهزم ذاكرة الوطن وللعبث بما حفظته سنوات التاريخ ليعبر عن تاريخ ليبيا. فتعبر الحكومة عن شديد الإدانة والاستهجان لذلك. ونريد أن نؤكد أن هذا الأمر سيقابل بكل ما يستحق من إجراءات حازمة وصارمة، سواء فيما يتعلق بالبحث عن الجنات وتعريضهم للمحاكمة. ونطلب من الجميع، كل من يعرف أي معلومات عن مرتكبي هذه الأفعال، أن يبلغ عنها جهات الأمن حتى نتمكن من القصاص منهم. وأحيي أهل تاجورة بهذه المناسبة على صبرهم وعلى مجاهدتهم وعلى كفاحهم لمواجهة مثل هذه الظواهر. وهذا دليل آخر على أن من يملك السلاح ويملك المتفجرات لن يكون أمامه إلا العبث بالوطن والعبث براحة البشر. لأن أهل تاجورة عندما يفزعون بمثل هذا الانفجار، النساء والرجال والأطفال، هذه مسألة في غاية الهمجية وغاية البدائية، ترويع الناس بأصوات وفرقعة المتفجرات. من الأشياء المهمة اللي أود أن أشير لها، نحن الحكومة الآن استحدث الرقم الوطني لكل المواطنين، وهو موجود. 95 من المواطنين الليبيين الآن يحملون رقم وطني، والرقم الوطني 95% نعم من المواطنين الليبيين الآن يحملون رقم وطني. ينبغي أن يتجهوا إلى مقار أعمالهم وتقديم الرقم الوطني، لأن هناك قرار من المؤتمر الوطني العام لن تصرف المرتبات إلا بالرقم الوطني. الذين لم تتوفر لهم إمكانية لأن يكون لهم رقم وطني لأسباب استثنائية، هؤلاء استثناء. لكن من توفر لهم رقم وطني ولم يأتوا برقمهم الوطني إلى مصالحه الحكومية، قد تتوقف مرتباتهم أو ستتوقف مرتباتهم، لأن دفع المرتبات بدون الرقم الوطني مخالفة للقانون. وأنتم تعلمون أن قضية توقف النفط مسألة أصبحت، والحكومة وعدت وأمهلت. وأنا اتصلت قبل يومين ببعض مشايخ القبائل في منطقة الهلال النفطي المعنيين بمن أو الذين لهم صلة بمن يوقفون النفط، وأيضا اتصلت ببعض المشايخ والأعيان في طبرق. تحدثنا، الآن الحكومة أمهلت،
الحكومة صبرت، الحكومة تحملت، لكن الآن لم يعد هناك باب ولا سبيل للتحمل أو الإعدار. وأنا أتكلم الآن بلحظة واضحة، بلغة واضحة لا 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 لبس فيها. من يصر على احتجاز المواني النفطية عليه أن يتحمل تبعة هذا، ومن يتعاطف معه ينبغي أن يتحمل هذا. الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل بصفتهم الشخصية مسؤولون، أقربائهم، أهلهم، مناطقهم ليست مستهدفة. هذه مرافق للدولة الليبية استولى عليها حراس ائتمنوا عليها، هذه خيانة للأمانة وغدر بالوطن وخيانة الواجب الوطني تقتضي العلاج. أنا آمل أن الفرصة التي اتحناها للسادة المحترمين من هذه القبائل أن تأتي بنتائجها، وإذا لم تأتي كما قلت الدولة ستقوم بدورها. قد يتحدث بعض الناس يقولون أن هذا الأمر كلام سمعناه من قبل. نعم سمعتوه من قبل. إحنا لن نقدم على مواجهة الليبيين وسفك الدم الليبي بسهولة، لكن إذا كان هناك طرف أصر على هذا الأمر سنقوم بواجبنا الذي يمليح علينا موقعنا ودورنا كحكومة. انخفض دخل النفط إلى درجة 20%، الميزانية لم تعود 86 مليون، الميزانية مؤسسة على الدخل السنوي للنفط. فمن يقول 86 مليون صرفت، لم تصرف 86 مليون وحتى لم 68 مليون مليار دينار ليبي لم تصرف، ولم نتمكن من صرفها لأن إيقاف النفط حال بيننا وبين ذلك. في التصرف في الميزانية، أبواب الميزانية حدثت فيها خلخلة ونقل، فالأمر هذا غير صحيح. نحن نعاني الآن من أزمة مالية بسبب هذا الأمر، قد نضطر إلى الاقتراض وقد نعجز عن الوفاء ببعض الاستحقاقات أو بكل الاستحقاقات. إذا استمر هذا الحال قد تعجز الحكومة عن دفع حتى المرتبات، لكن نحن كما قلت لابد أن نقوم بواجبنا في هذا الخصوص، وعلى الجميع أن يتفهم لا يأتينا أحد بعد حدوث أي شيء ويلوك الكلام لمجرد الانتقاد. حقيقة موضوع مدينة بنغازي حدث مواجهة بين قوات السائقة وبعض الكتائب المتمركزة في أطراف بنغازي أو في وسط بنغازي، وحدثت حالات وفاة وجرحى. شيء اللي أود أن أؤكد عليه في هذا المقام، ينبغي أن لا يسوى بين الجيش والشرطة، وهما قوتان شرعيتان مؤتمرتان بأمر الدولة من أجل حفظ أمن المواطن، وفئة أو مجموعة مسلحة أطلقت النار أو همت بإطلاق النار أو اعتدت على أحد وواجهها الجيش وواجهت السائقة. عندما واجهت السائقة واجهت أناس خالفوا القانون وحاولوا أن يستعملوا السلاح خارج القانون، فهم يقومون بواجب. الفئة الأخرى التي واجهت الساحقة هي فئة قامت بهذا العمل من أجل فرض أمر على الدولة وعلى الشعب، وهذا مرفوض، ومن أجل استعمال السلاح بطريقة غير مشروعة، وهذا أمر مرفوض. وبالتالي أود أن أحيي الجيش وأحيي الساحقة وأحيي رجال الأمن وأحيي رجال الشرطة وأحيي أسر الشهداء والجرحى وأعزيهم فيهم وأعبر لهم عن ثناءنا العظيم عليهم وعلى الدور الوطني اللي قاموا به. اليوم استشهد ثلاث جنود من السائقة في أحد البوابات، قتلوا شهداء، نسأل الله أن يتغمدهم بالرحمة. وأتقدم لعائلاتهم ولأهلهم بالعزاء، وأحيي هذا الجهد الذي أصبح يوميا يقدم الشهداء من أجل الوطن ومن أجل حمايته، ويعزز القناعة التامة للليبيين اليوم
بأن السلاح ينبغي أن لا يكون إلا في يد الشرطة وفي يد الجيش، والتنظيمات المسلحة والمجموعات المسلحة ينبغي أن تخرج من المدن ولا تخرج من المدن فحسب. أيضا السلاح ينبغي أن يعود إلى المخازن التي نهب منها وهي مخازن الجيش، أو إذا لم يعود إلى المخازن ينبغي أن يجمع ويعدم، وأن لا يكون السلاح خارج إطار الدولة. بعض المتحدثين في بنغازي وفي بنغازي، أين الحكومة؟ الجيش هو الحكومة، لو لم تقم الحكومة بدعم الجيش بالإمكانيات بالمعدات بالأجهزة بتحقيق، لم يتحرك الجيش ولم يتحرك سائقة. أنا تحدثت من قبل، أحيانا أتكلم مرتين ثلاثة مع قائد السائقة في بنغازي ومع رئيس غرفة العمليات، نتابع في هذا الأمر، درنا إجراءات استثنائية في سبيل إيصاء المعدات والتجهيزات والدراعات إلى بنغازي في وقت قياسي. هذه المسألة قامت بها الحكومة، فلما يقولوا الجيش موجود والشرطة موجودة لكن الحكومة مش موجودة، هذا كلام غير منطقي، كلام غير سليم، كلام لا يستقيم مع عقل الإنسان. الجيش لولا الحكومة ولولا وزارة المالية ولولا وزارة الدفاع ولولا وزارة العدل ولولا وزارة الداخلية ما كانتش هذه المؤسسات ولا تحركت. وبالتالي ينبغي أن هذا الكلام يوضع في إطاره الصحيح. سيد وكيل وزارة الداخلية منذ يوم الحادثة، أنا ذهبت إلى بنغازي وهو بقى هنا وأنا هناك، وإلى اليوم لا زال موجود هناك ويقوم بدوره في وزير الصحة نفس الشيء، وكيل وزارة الصحة أيضا موجود غادي في بنغازي، وذهب إلى أجدابية أيضا للإشراف على معالجة حتى الجرحى من الفئة الأخرى من الفئة التي أطلقت النار على الشرطة. المسألة وكيل وزارة الداخلية عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة وأمر قوات السائقة ومدير مديرية الأمن وفرع عمليات الشرطة، وقام بجولات في مختلف النقاط الأمنية داخل المدينة، وهو لازال هناك لمواصلة عمله. هل هذا من الحكومة ومن غير الحكومة؟ المسألة ينبغي أن تكون في وصلت الكاميرات إلى بنغازي منذ يومين وبدأ الآن في عملية ترتيبها. قد لا يرى المواطنون كيف يتم هذا الأمر، لأن العملية لابد أن تتم بكيفية حتى لا يعرف مكان الكاميرات، لأن إذا اكتشف مكان الكاميرات الناس الذين يريدون أن يفجرون ويقتلون أول شيء يقوموا به تدمير الكاميرات. في أشياء تحدث ولا يراها الناس. أيضا وكيل وزارة الصحة يشرف على تسفير الجرحى. فيما يتعلق بدرنا، درنا أيضا لم ننساها ولن ننساها. أنا أول مدينة تقريبا من المدن اللي زرتها في أوائل رحلتي في أوائل استلامي لمهمتي درنا، والتقيت بأهلها وعرضنا على أعضاء المجلس المحلي وعلى المجلس المحلي وعلى المجلس العسكري عدة إمكانيات للمعالجة. ونرى أن درنا إذا أردنا أن نعالج أمرها ينبغي أن يكونوا أهل درنا طرف في وضع أي خطة أمنية كما حدث في المدن الأخرى. يعني مثلا في العجيلات من يومين قمنا بعملية نشر قوات باتفاق وتفاهم مع أهل العجيلات في بنغازي، كان الأمر بتفاهم واتفاق مع أهل بنغازي مع أعضاء المجلس المحلي مع منظمات المجتمع المدني مع مختلف الجهات من أجل وضع الخطط الأمنية، وهذا ما حدث. ونأمل في درنا أن يتم ذلك الأمر والحكومة مستعدة. احنا طلبنا من المؤتمر الوطني العام أن يخصص صندوق خاص لدرنا، وطلبنا حوالي 250 مليون دولار لأن حالة درنا حالة دينار، وهذا لأن حالة درنا حالة استثنائية تقتضي إجراء استثنائي هكذا. في درنا توجد كتائب كثيرة خارجة عن القانون، خارجة عن سلطة الدولة. القرار الآن 27 و53 يشمل هذه الكتائب، وينبغي أن يطال هذا القرار جميع المدن وجميع المناطق. في إطار الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال يوم 24 ديسمبر، الحكومة تأمل وتخطط لأن تجرى احتفالات عيد الاستقلال
في بنغازي المكان الذي أعلن فيه الاستقلال من قصر المنار، وسيتم بهذه المناسبة وضع حجر الأساس للمجمع النفطي الذي سيكون من ضمن محتوياته أو من ضمن مكوناته مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، سيوضع وضع حجر الأساس. أيضا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تتم، ستكون الحكومة هناك ومن تتوفر له الإمكانية والفرصة من أعضاء المؤتمر، والمؤتمر سندعوهم إلى هذا الأمر ونعلمهم بذلك. أيضا من الأشياء المهمة أن الجامعة الليبية التي بدأت في بنغازي سيكون لها حضور، بمعنى أن الحكومة ستذهب إلى الجامعة وتزورها، وسيتم يعني لقاء أو أكثر بمدرج رفيق الذي ارتبط بالجامعة وارتبط بالحياة الفكرية والحياة الأدبية في البلاد. فنأمل أن نهيئ التهيئة الجيدة لهذه الاحتفالية، إعلاء ومن شأن عيد الاستقلال المجيد، وإكراما لمدينة بنغازي التي أعلن فيها الاستقلال، والتي طلقت منها ثورة 17 من فبراير، والتي أصرت على جهاد كل من يحاول أن ينال من هذه الثورة، والتي خرجت لترفض المظاهر المسلحة وترفض المجموعات المسلحة خارج إطار القانون. الآن أترك المجال للسيد آخر في هذا الأمر في تطبيق القرارين، تنفيذ القرارين، ثم ربما السيد وزير العدل له ما يقول بعد ذلك. لا أدري إذا كان ستكون هناك أسئلة حسب ما هو مرتب من المكتب الإعلامي. نعم. شكرا سيد الرئيس. سيدة السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجنة باشرت عملها منذ الأسبوع الماضي، وهي في عمل مستمر ولقاءات مستمرة لتنفيذ القرار 27 الذي أصبح الآن مطلب الشارع الليبي ومطلب الشارع الطرابلسي بالدرجة الأولى. بدأنا عمليا في تشكيل لجان فرعية من متخصصين لاستلام المواقع. أولى هذه المواقع جمعية الدعوة الإسلامية، وشكلت لجنة متخصصة برئاسة المستشار الصديق بالقاسم أحمد بن حسين، وعضوية كل من العقيد حبيب محمد السهيري عن وزارة العدل، والمهندس علي فتح الله الزيادي مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية، والسيد صلاح محمد جبالي مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية، والسيد أحمد مفتاح شنبي مندوب عن وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع موقعها الآن داخل جمعية الدعوة الإسلامية. باشرت اللجنة عملها منذ تشكيلها، وقدمت تقرير مبدئي للجنة الوزارية، وهي ستواصل العمل، وعندما يتم استلام جمعية الدعوة الإسلامية بالكامل سيكون هناك باب مفتوح لمنظمات المجتمع المدني والحراك المدني للمجيء إلى جمعية الدعوة الإسلامية، والتأكد أن الجمعية تباشر أعمالها في ذلك الموقع بدون وجود لأي تشكيل مسلح هناك. اللجنة الثانية لجنة استلام مطار معيثيقة المدني والقاعدة العسكرية في مطار معيثيقة، وتم تشكيلها برئاسة العقيد طيار كمال الهادي هاشمي، وعضوية كل من العقيد عبد المجيد أحمد ريحان عن وزارة العدل، والسيد محمد مصطفى النامي عن وزارة العدل، والمهندس عمر مختار طيلمون عن مصلحة الطيران المدني، والسيد طارق الكوني معيوف قانوني عن ديوان رئاسة الوزراء. وتم الاجتماع بهذه اللجنة وباشرت عملها، وهي الآن في الموقع تباشر هذا العمل. كذلك تم الاجتماع بالأمس وتشكيل لجنة لمطار طرابلس الدولي، وكما تعلمون أهمية هذا المرفق، مرفق مهم وحيوي مش بس لطرابلس فقط، بس لليبيا ككل، لأنه هو الموقع الأول الذي يزوره الزوار عندما يزورون مدينة طرابلس. واللجنة حريصة جدا أن تكون لجنة مهنية تقوم بدورها لاستلام مطار طرابلس الدولي استلاما رسميا كاملا وبتوصيات واضحة، حتى يصبح هذا الموقع تحت سلطات الدولة الليبية بالكامل. شكلت هذه اللجنة برئاسة المهندس محمد يونس والي
وهو مهندس متخصص في أمن المطارات وترخيص المطارات عن مصلحة الطيران المدني، وبدأت اللجنة في مباشرة أعمالها منذ الأمس. كذلك شكلنا لجنتين عسكريتين، الأولى لاستلام معسكر اليرموك برئاسة العقيد الفتوري غريبيل، وتم الاجتماع به بالأمس وباشر أعماله منذ الأمس. كذلك معسكر 27 شكلت لجنة برئاسة العقيد ركن فتح الطاهر وتولى العمل منذ الأمس. هذه المواقع، لدينا عشرات المواقع في مدينة طرابلس. اتصلت بمصلحة الأملاك العامة في مدينة طرابلس وجاءوني بقائمة طويلة من الأملاك العامة التي يشغلها الآن تشكيلات مسلحة، ونحن بصدد التأكد من كل هذه الأملاك وآلية هذه الأملاك للدولة الليبية، وإذا وجدنا فيها تشكيلات مسلحة لابد أن تخرج منها. كذلك تم اجتماعين مع قادة ثوار مدينة طرابلس وهم المعنيين بهذه المدينة ومعنيين بالحراك الأمني، وكان اجتماع الأمس بالذات اجتماع إيجابي جدا. ولاحظت اللجنة أنه لم يتم بالكامل استيعاب الثوار في مرافق الدولة، لم يتم التحاور مع الثوار بشكل شفاف وواضح، وتم بالأمس ولله الحمد الاتفاق على عدة نقاط مهمة، منها تشكيل لجنة لتجنيد الثوار رسميا في الجيش الليبي أو في هيئة الشرطة، ومنها أيضا الثوار الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيد سيتم استيعابهم في مرافق الدولة الحكومية والشركات العامة، ومن منهم يستحق بعثات إلى الخارج ستتولى اللجنة الإشراف على ملفات هؤلاء الثوار واستيعابهم. هناك ما زالت عوائق في مدينة طرابلس. نحن نطالب الحراك المدني أولا بالاستمرار في العمل، لأن هذا هو يعطي الروح ويعطي القوة لتنفيذ القرار 27، وهذا واجب وطني يقوم به، ونحن يعطينا هذا الحراك المدني السلمي يعطينا الدفعة القوية للاستمرار في تطبيق هذا القرار. ولكن لابد أحذر من شيء، أن هذا الحراك المدني السلمي قد يتم تشويهه بشكل أو بآخر بإرغام بعض المدارس على الإقفال وبإرغام بعض الوزارات على إقفال أبوابها، وهذا يتنافى مع الحراك المدني السلمي لتطبيق القرار 27. نحن لدينا بعض التقارير من وزارة الاتصالات، وزارة العمل، قد يكون جزء من وزارة المواصلات مقفل بالقوة نتيجة لإتيان مجموعات تقفل هذه المرافق بالقوة، وهذا يعطل مصالح المواطنين. الوزارات لا تخدم طرابلس فقط، تخدم ليبيا بالكامل، فلا بد أن تبقى الوزارات مفتوحة لتؤدي غرضها ولتؤدي دورها في مصالح المواطنين. استسمح حضراتكم ان ينتقل الى الكهرباء، ولدينا أزمة. لابد ان اذكر السيدات والسادة المواطنين ان انتاج الكهرباء في هذه الفترة يعتبر في ادنى مستوى. في الصيف كان هناك طرح احمال وكنا في مستوى افضل من اليوم. اليوم الانتاج لا يتجاوز 4600 ميجا وات. كنا في فصل الصيف ننتج حوالي 5700-5800، والسبب الأول نتيجة لإقفال أنبوب الغاز من حقل الوفاء إلى محطة رويس، والذي ما زال مقفلا إلى يومنا هذا. محطة رويس تنتج حوالي 600 ميجاوات، الآن تقريبا متوقفة نهائيا عن العمل، وهذا خسارة للوطن ويسبب إرباك لشركة العامة للكهرباء وللشبكة العامة. وأطالب من جديد وأطلب من إخوان الأمازيغ بأن يطالبوا بحقوقهم بطريقة مدنية حضارية ولا يعطلوا مرافق الدولة الليبية. لدينا أيضا إشكال آخر في محطة السرير الغربي في الجنوب. مجموعات من إخواننا التبو يقفلون الطريق على هذه المحطة فلا تتزود بالوقود، ووصلتني الآن الأنباء أن المحطة ستتوقف بالكامل هذا اليوم وتنتج حوالي 500 ميجاوات ومسبب احتقان كبير جدا في تلك المنطقة، فنأمل من إخواننا التبو أن يطالبوا بحقوقهم بطريقة حضارية مدنية
ولا يعطل مرافق الدولة الليبية. سينتج عن هذا الطرح أحمال في المنطقة الغربية بالدرجة الأولى، ونأمل من هؤلاء سواء أخوان الأمازيغ أو أخوان التبو أن الآن فصل الشتاء والبرد والناس تحتاج لتدفئة هذه البيوت، وهناك كبار السن وهناك المرضى وهناك المستشفيات، فلا مبرر مطلقا لأي جهة مهما كانت ومهما كانت مطالبها أو حقوقها أن تسبب لنا هذا الإشكال الكبير في قطاع الكهرباء. هذا ما لدي سيادة الرئيس وأشكركم. ما تحبب الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للمسائل العدلية، هذه المرة سأبدأ من الشرق إلى الغرب. لدينا حالة درنة، وبسبب الوضع الأمني هناك تواصلت الاغتيالات، حيث اغتيل منذ 3 أيام أحد رجال القضاء في مدينة درنة. أيضا ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا الحكومة العراقية إلى الاتصال والإعراب عن استيائها الشديد وتخوفها من أن يكون أحد مواطنيها في ليبيا قد تعرض لعملية خطف ولعملية إعدام. نحن فحصنا هذا الشريط ويبدو أن الشريط من جزئين، الجزء الأول للضحية واسمه الدكتور حميد خلف حسن السعدي، أنه يبدو أنه قد تعرض لعملية اختطاف، ولكن الشريط لا يمكن أن يحقق عملية الإعدام، وبالتالي نحن نعتبر هذا الشخص أنه الآن مخطوف ولكنه على قيد الحياة، لا نستطيع أن نؤكد أنه قد أعدم على الإطلاق، ونطلب من خاطفيه الإفراج عنه فورا ودون إبطاء، ونحملهم كامل المسؤولية عن أي أضرار تحصل لهذا الشخص. هذه عملية إجرامية، عملية إرهابية، عملية نستنكرها ونتخذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بها، والاختطاف له عقوبة شديدة ستقع بمن لا يفرج عن هذا الإنسان فورا. لا يجوز أن يقع هذا في مدينة عزيزة، مدينة رائعة، مدينة درنة الليبية التي يتميز أهلها دائما بالكرم والخلق الكريم وتقوى الله وحسن المعشر. لذلك يجب أن يعود هذا الشخص إلى بيته فورا دون إبطاء. وأنا هنا أتحدث لأهلنا في درنة في هذا الأمر، ليعود الرجل إلى أهله، ولا داعي لمثل هذه الأفعال الشريرة. ننتقل إلى المسألة في بنغازي. بنغازي الآن يتم فيها عملية تأمين، أنا لن أتناول تفاصيل الأمن، ولكن القضاء وتفعيل التحقيقات والإجراءات يرتبط وجودا وعدما بتحقق الأمن، ونأمل أن تنفيذ القرار رقم 53 سيتم بالكامل في مدينة بنغازي كما أوضح السيد رئيس الوزراء. إذا انتقلنا غربا إلى مدينة طرابلس، حيث ينفذ القرار رقم 27. نحن نتواصل مع المجموعات وقيادات للثوار وقيادات أخرى بحيث يتم التعامل مع أي محتجزين موجودة في الأماكن التي تشغلها المجموعات المسلحة. استجاب عدد من كبار الثوار استجابة جيدة، بما في ذلك الموجودون في قاعدة معتيقة. اللجان والخبراء الآن يتعاملون مع هذا الأمر. نشكر الذين استجابوا، ولكن ربما هناك بعض المجموعات الأصغر التي يجب عليها أن تستجيب للمسألة الأخلاقية، تستجيب لإرادة الشعب الليبي
بأن يقيم دولة القانون بحيث لا يكون هناك أي إنسان موقوف أو محبوس أو مخطوف بأي شكل خارج نطاق القانون. وموقف وزارة العمل من هذا الأمر واضح، لا يمكن أن نقبل، عفوا وزارة العدل من هذا الأمر واضح، لا يمكن أن نقبل أو نسمح بوجود سجن خارج نطاق الشرعية. هذا موقف الحكومة، موقف وزارة العدل منذ اليوم الأول، ونحن ثابتون عليه، وبإذن الله سيتحقق. والآن الإرادة واضحة، وموقف الحراك المدني والشعب من هذا الأمر واضح، ونعول كثيرا على دعم الشارع وحراك الشعب، وندعو مؤسسات المجتمع المدني لأن تستمر في تعزيز رقابتها على هذا الأمر، وسنطلعكم على أي إخلالات في هذا الشأن. شكرا. شكرا سيد دكتور الأستاذ صلاح مرعاني وزير العدل. أود في إطار الإعلام بما تهيئه الحكومة من إمكانيات للأمن في بنغازي، تم اليوم تحويل مبلغ مالي لقاعدة بنينة، سيتولى السيد وزير الثقافة متابعة هذا الأمر، وهذا أمر تم الاتفاق عليه في بنغازي معهم. اليوم تم القرار وسيحول هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن. هناك مبلغ آخر بقدر 3 مليون للغرفة الأمنية حول، وتحدثت أمس مع السيد رئيس الغرفة وأكد لي أن هذا المبلغ حول الآن. وأنا أقول هذا الكلام من باب إعلام الناس أن الحكومة تقوم بعمل في بنغازي. قلنا لم نعلن عنه، ظننا أن هذا الأمر لا يحتاج لإعلام بحكم أنه مسألة عسكرية ومسألة أمنية ومسألة، لكن إذا كان الشعب يريد أن نعلن عن كل شيء فنعلن ما نستطيع أن نعلن عنه، وسنعلن عن ذلك تباعا. الآن نفتح أبواب الأسئلة، تفضل. دولة الرئيس عندنا ما يقارب 13 سؤال. 13 سؤال واجد، احنا عندنا التزام واجتماع. خمس أسئلة. صالح سرار، وكالة بلومبرج. افتح المايك. معالي السيد رئيس الوزراء، ماذا بخصوص وضع النفط حاليا، خاصة كما ذكرت انخفض إلى 20%، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ ووضع بشأن المواد النفطية؟ نشير أيضا إلى التعاقد مع شركة في طريق خاصة في حماية الحدود الجنوبية. التعاقد هذا تعاقد قديم مع الشركة الإيطالية ومعروف، وتم يعني تطبيق هذا العقد، يعني لا تعاقد على كل الدول تتعاقد مع من لمراقبة الحدود وليس الحراسة، مراقبة إلكترونية، يعني ما هذا تم والآن تحت التنفيذ. فيما يتعلق بالنفط كما قلت، نحن سنتخذ إجراءاتنا في الوقت المناسب بالكيفية التي نراها. الآن أعطينا فرصة لمن يريد أن يبدل المساعي حسنة، وما زلنا اتفقنا على مدة إن شاء الله تنقضي قريبا، بعد ذلك الحكومة ستقوم بواجبها بإخلاء المواني النفطية ممن فيها، وبالضرب بيد من حديد على كل من يقترب من حقول النفط. هذا أمر يعني قرر، قضية بس توقيت. سؤال بعد. علي شعيب، صحيفة الحياة. هذه تقارير غير صحيحة. السؤال اللي بعده. أحمد الغماري، جريدة فبراير. لا تخبرت أن هناك حشد من أخبار الشريعة، وكذلك
لم تكن هناك مقترحات بالتدخل، ولكن ناقشنا الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، الأمور الأمنية، لأن الشأن الأمني أصبح شأن دولي عام، ولا بد أن ننسق مع كافة الدول، ولكن يعني لا توجد نية من أي جهة أجنبية للمساهمة بقوات في ضبط الوضع الأمني في ليبيا، ولسنا في حاجة لذلك. ما دام الشعب خرج وواجه المجموعات المسلحة وطلب خروجها، اللي يخترق في الأمن هو المجموعات المسلحة. المجموعات المسلحة الآن في إجماع بصدد إخراجها من المدن وإنهاء وجودها، فهذا أمر إن شاء الله المشهد الأمني سيتطور. بعدين يبقى التحدي موجود في كل بلد فيها اختراقات أمنية، ينبغي أن نكون مستعدون لها ولمواجهتها. بالمقابل سيتطور وضع الجيش والشرطة عندما يأمنوا أنهم لن يواجهوا أناس مسلحين، بل يواجهوا مجرمين عاديين شأنهم شأن الجيوش في والشرطة في البلدان الأخرى. السؤال الذي يريد سعيد العرفي، قناة توباكتس. ما عنديش رأي. قضية الاعتصام هذه مسألة تقوم بها لا يقوم بها جهاز دولة. الاعتصام أصلا لا ينبغي أن يكون، لكن نحن في هذه الظروف تركنا الأمور هكذا. لكن اللي بنقول لك الاعتصام هذا أو العصيان هذه مسألة يقوم بها الشخص أو الفئة ويطبقها على نفسه ولا يطبقها على الآخرين. المسألة ليست محل خلاف. أنا لن أتكلم عن المجلس الذي ذكرت هذا، لأن المجلس ليس من صلاحية هذا الأمر، ولكن في الظروف الحالية رأينا أن نترك هذا الأمر إلى حين ينتهي هذا الحراك إلى مؤداه اللي نبتغيه، وهو إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. لن ندخل في نقاش في أمر لن يجدي فائدة. تفضل. سؤال الأخير، أروى الناس، قناة الجزيرة. من الواضح أن الفيديو يعطي هذا الانطباع. لازم يكون واضح أن هذه عملية إجرامية ننظر لها كذلك، ولها وقد يكون لها تأثير سلبي على المساعي التي تبذل لتسوية هذه الأمور. وبمناسبة سؤالك هذا، يعني أنا أوجه قولي إلى أهلنا في درنا وأهالي أبنائنا في الخارج المعنيين، أن التعامل مع الأمور بهذه الطريقة لن يكون لها إلا المردود السلبي، ولكن سنبذل كل ما نستطيع للتعامل مع هذا الأمر. وأنا متأكد أننا سنجد تفاهم لدى أخوتنا في العراق ولدى السلطات العراقية، ولكن هذه جريمة ويجب أن تنتهي، ويجب أن يعود الرجل إلى أهله بإذن الله. أنا ما أقوله في هذا الموضوع، إحنا من البداية اتصلنا بالحكومة العراقية واتصلت شخصيا بالسيد رئيس الوزراء العراقي ووعدنا بتأجيل الحكم، وتم الإعدام خارج إرادة الحكومة العراقية من أحد الكتائب المسلحة مثل ما عندنا هنا الآن، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. أن شخص عراقي موجود هنا يعمل متواجد في المنطقة ضيف عندنا، أن يؤخذ بجريرة شخص ليس له علاقة، هذه جريمة وهذه منكرة، شيء منكر لا ينبغي أن يتم، وهو ينبغي أن يكون مرفوض. وأنا باسم الدولة وباسم الحكومة أعلن أننا نرفض هذا الأمر وندين بأشد أنواع الإدانات، ونأمل من الناس أن تتعقل. لأن إذا كان بدأنا نتصرف بمثل هذه التصرفات، المواطن الليبي في الخارج قد يكون مستباح أيضا من فئات أخرى ومن أسر، وأنتم تعرفوا هذه المسائل ليس، ولكن إذا حدث هذا الحادث إحنا كحكومة سنبذل كل ما في وسعنا من أجل أن نتلافى هذا الأمر. وقد تم رجع بعض السجناء من العراق وأجلنا بعض الأحكام، سافر السيد وزير الإسكان خصيصا في رحلة خاصة إلى هناك، سافرت عدة وفود، اخترنا أن يكون
مندوب الأمم المتحدة في العراق وهو ليبي سيد ناجي شلغم، طلبنا أن يكون سفير في العراق بحكم أنه موجود هناك وأن عارف المنطقة من أجل معالجة هذه القضايا. نحن نبذل في جهد في مختلف الأوجه من أجل الحفاظ على المواطن الليبي، المواطن الليبي سواء كان مذنب محكوم عليه، مذنب محكوم عليه أو يعني مظلوم. هذا الأمر واجب الدولة وواجب الحكومة، لكن أن كل إنسان يريد أن ينتقم بدراعة هذه مسألة ينبغي أن نبتعد عنها، لأنها ستكلفنا الكثير، ومن هو في الخارج أقوى مننا، لأن احنا شعب محدود السكان وشعب لا نستطيع أن نصل إلى أماكن كثيرة، والليبيين منتشرين في كل مكان، وبالتالي الأولى الامتثال للقانون، طاعة القانون، التصرف تصرف حضاري بعيد عن العنف غير المبرر. أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى لكم مساء سعيد. تم الأسئلة، بارك الله فيك، شكرا.